يقول فضيلة الشيخ: هل يجوز أن تصرف أموال الزكاة في إنشاء مراكز للدعوة الإسلامية أو إنشاء قنوات فضائية إسلامية للدعوة إلى الله؟ الزكاة لا تصرف في المشاريع الخيرية، لا بناء المساجد ولا المدارس ولا مدارس تحفيظ القرآن ولا القنوات الفضائية الإسلامية، هذه تمول من التبرعات، تمول من التبرعات والصدقات. وأما الزكاة فالله جل وعلا بين مصارفها وحصرها فيها، قال: إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل. ثمانية مصارف ما يجوز تخرج عنها.